جيم اوف ثرونز، جيم اوف ثرونز ده بيسموه اللحن الشامي، بيسموه اللحن الشامي ليه؟ عشان اللحن ده اصله فرعوني، والفراعنه من اشهر المناطق اللي كانوا بيعيشوا فيها هو الاقصر واسوان. اللي راح فيكم الاقصر وزار الاثار هناك وراح البر الغربي حضرها هناك، هيلاقي معبد حتشبسوت، هيلاقي وادي الملوك، هيلاقي وادي الملكات. المنطقة دي كلها اسمها منطقة جبل شامة، اسمها منطقة جبل شامة، واللحن ده أصلا منطقته هناك، لأن يعني كانوا الفراعنة هناك بيجنزوا بيه أو بيقولوا في تجنيز الملوك أو تجليس الملوك، شكلها يعني اسمها مدينة الموتى الفرعونية. فاللحن ده كان موجود هناك وكانوا بيستخدموه الفراعنة، واللي أدخلوا الكنيسة دخل تقريبا في القرن الحداشر، أظن الأنبا يوأندس أسقف البهنسة هو اللي الأنبا بطرس، أنا آسف، الأنبا بطرس أسقف البهنسة هو اللي جاب اللحن ده وأدخله الكنيسة وطبق عليه المزامير بتاعتنا. حتى الموسيقى لأن اللحن ده موطنه جبل شام غرب الأقصر، عشان كده بيسموه باللحن الشامي، مش زي ما هو متداول وبيقولوا أصلا من بلاد الشام. منين من بلاد الشام ومنين أصلا فرعوني؟ دي معلومة مغلوطة. اللحن ده أصلا فرعوني من جبل شام غرب الأقصر. بيت فرنس من الألحان الجميلة في الكنيسة والمحبوبة، ركز معايا. طبعا قبل اي مزمور هنقول ايه؟ سالموس تودا في محفوظه دي، سالموس تودا Oh.
كده Oh,
أول يعني.
بعد ايوه اللي بعديهم على طول بقى دول. ايوه دول هم هم بس دول صراح ودول بقى يعني ايه فيهم لعبه اهي هم اثنين بس واحده صغنطوطه في النص كده ايه زهق يعني تقولوا مرة شباب؟ ها؟ مرة لوحديكم؟ انهي؟ دي؟ تاني شباب Oh.
معلم اخر هزتين او او نوز